المهرجان الدولي لفنون الأهاجار تمنرست ينظم المسابقة الوطنية الكبرى لجائزة أحسن قصص وأساطير للتراث الثقافي الصحراوي. المسابقة مفتوحة للشباب أقل من 16 سنة وللكبار. ابعثوا بمشاركتكم إلى العنوان concours@festival-tamanrasset-ahagar.com، وهذا قبل 20 ديسمبر 2010. اطلعوا على القانون الداخلي للمسابقة على الموقع www.festival-tamanrasset-ahagar.com. بمساهمة كوندور وبمشاركة ديوان حضيرة الأهاجار الوطنية و المسابقة تحت رعاية وزارة الثقافة وولاية تمنرست.